Yes. يلا توب. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. صباح الخير. ايه الاخبار؟ الحمد لله. حضرتوا الموضوع بتاع امبارح اللي انا قلت لكم عليه؟ طب ما بال الاول. اتفضلي. بالحقيقة في كتير عالم جربوا يقولوا لي انه ما فوت بمجال الفن بما انه انا كتير بحب غني وارقص، بس انا عشت على مبدا انه nothing is impossible if you have the courage to pursue what you want. هالجملة قلتها سيلينا كنتانية، هالجملة كتير اثرت فيي وصارت سيلينا بالنسبة لي مثل الاعلى بالحياة. سيلينا كانت كتير ايجابية بحياتها رغم الصعوبات اللي قطعت فيهم. كانت دائما تفكر بطريقه بوزيتيف، كان رغم انه كانت عايشه بمجتمع ما بيامن انه المراه تقدر تغني وترقص، بس هي قدرت توصل لهدفها. سيلينا كمان الشيء اللي تميزت فيه انه سموها كوين اوف تهانو ميوزك، لانه خلقت ستيل جديد جمعت بين اللاتين ميوزك وبين الانجليش ميوزك. ففي كثير من العالم هلا عم بيجربوا يقلدوها بس ما عم تزبط معها. غير هيك سيلينا كمان انا بحبها لانه عندها باشن بالميوزك تبعها، كثير بتحب الشيء اللي عم تعمله، وهي الشيء اللي بجرب انا دائما انه الحقه، جرب دائما انه اتعلمه منها لسيلينا. عكتت ما كان عندها هالباشن هالشغف انه بتنسى كل شيء حواليها وبتركز بس لما تكون على ستيج على هدفها وعلى حبها للموسيقى. فبما انه انا هدفي مثلها حب هدي لها غنيه غنتها ب her last concert قبل ما تموت. First I was afraid, I was petrified, keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grow strong, I learned how to carry on and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have known that stupid look, I should have made you leave a key. If I know for just one second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore. What should have known that, you think I crumble, you think I lay on and die. Go on now, go, I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my love to live, I've got all my love to give. I will survive, I will survive. Hey, hey. شايفين المواضيع بتتعمل ازاي؟ بكرة لقيكوا كلكم متحضرين، اشوفكوا بكرة على خير. ميرسي كتير ماما. يلا كله بركة. بجد؟ ميرسي. ما بال اليوم حسيت انا محضره اكثر من العاده. المغنى تبعولها عن جد كان احسن من العاده اليوم، يعني كانت محافظه على الميلودي، محافظه على النوتات، في مطرح واحد بس ما صابت النوت مزبوط. اكيد بدها تنتبه على النفس وما فيها تلزق الجمل ببعضهم، بس كلحن حافظت منيح كل الوقت، ولكن ما فيها تنسى الليركس. يعني انا ما اخذ اليوم على مبال، اول شيء هو انه وقت يكون عندنا غنيه هالقد محفوظه وهالقد مسموعه وهالقد بدينينا ما فينا ننسى الليركس. هلا بطريقه ذكيه كملت الميلودي، رجعت جربت تتذكر، بس انا بالنسبه لي كان لازم تكون مركزه اكثر على الليركس. وشوي الفيبراتو زايح شوي، عم بيكون شوي عم يرجف، وما في لزوم نحطه هالقد بجملة كل المطارح نحط فيبراتو على كل النوتات، ولكن هول أكيد تفاصيل بيرجعوا بينشغلوا معها، لأنه التقدم اللي عملته اليوم منيح بالنسبة للإيفاليت القبل. سو أنا بهنية وإن شاء الله التركيز بيكون بعد أحسن وأحسن لقدام. عد مبال، مبال غنت حلو بنسبة لإلها لوضعية، يعني وقت ما بلشت لهلأ مبال متحسنة، هيدا شغلة كتير منيحة. بس ما بال توصل على الباقيين صارت شوي بعيدة لسوء الحظ،
اليوم ضيعت الريتم، ضيعت الريتم ونسيت الكلام، وهي بورتان شغيلة كتير البنت. يعني اليوم ما كان في رقص تقدر الواحد يقول ركزت على الرقص أكتر من الغناء. لازم تنتبه بهيك مطارح. ما فينا ما ننسى هالكم سنة فرق بينه وبين رفقاتها بالفكر، 4-5 سنين يمكن في فرق بينه وبينه، وهودي بيعملوا كتير بالإنسان بهالعمر بالذات. يعني اللي قالته حلو، بس إذا لاحظتوا قدي حكيت 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 لأنه بعدها منا ناضجة، بعدها صغيرة، حكيت لها شي دقيقتين يمكن عني شو عملت وشو عملت، وعم تحكيهم لإلهم، عم تخبرهم للتلاميذ، يعني مش بارمة وجه عنا، بس كنت عم بعمل مجهود لأسمع. بعدين شتت شوي لأنه طولت، يعني بعدها صغيرة ما بتعرف تعبر بسرعة باختصار شو بدها تقول. زيت الشي بالنسبة للغنى، غنت حلو اليوم مثل ما قلتوا أكيد نسبة لإلها، وكان كانت عاملة شي اليوم، يعني في إيفاليت كانوا أسوأ لإلها لحالها، اليوم شفتها عاملة شي ومتحسنة، وإن شاء الله يعني قد ما فيها عم تتطور وعم بتضاين، تحسيها هيك عم تركض وعم عم تشتغل ما بين لحتى تبقى وقت أكتر، وهذا شي حلو. منبلش بالأشياء الإيجابية. خلقت صف وإطار ومعلمة وتلميذ، وإنه هي عندها هذا البحث تعمله بالصف، وبدأ تخبر هالتلميذ عن هالمغنية يلي أثرت فيها، وبدأ تغني لها غنية عال. ولكن يعني مثل ما بيقولوا هي جابت الدبعة كرمة، يعني فاتت بمشروع أكبر منها، لأنه لما الواحد بده يفوت بمعلمة وتلميذ، وخاصة هي عم بتخبرهم وهن مفرقانة معهم وهي عم بتخربط بالغنية، بده يعرف يكون قدة وقدود. يعني افترضنا خربطت بالغنية، تلزقها برفقاتها يلي عم بيتحركوا وعم بينكوزوا بعضهم واللي عم يضحكوا يلي مفرقانة معهم شو هي عم بتقول. هالمعلمة واقفة مهضومة، يعني عم تحاول تعمل شيء، بس حسيت انه ما بال ما حضرت معهم، يعني ما حضرت مثل هلا اخر شيء قالت لهم تعالوا اقعدوا بنعمل هي. يعني هيدا المشهد بيحمل اكثر بكثير من يلي بعدين ليش ما مازال عندك كل هالعدد رفقوها بالايقاع بالرأس، ليش ما هالصف كله تحول لمشهد او راقص غنائي؟ يعني ليش ما حولت، ليه ما جنت بالفكره للاخر ويفوت مدير بالاخر ويعيط عليهم ويبهدلهم؟ يعني ليه ما راحت بالفكره لابعد؟ حسيت النهايه كثير انه اوكي شفتوا كيف بحضروا، هيك بحضروا تلاميذ، ميرسي اورفار ظهروا. بزعل لما يكون في فكره ممكن تتطور وما بتتجهز مزبوط. يعني هلا بالنسبه للغنى خربطت اكيد، وبتخنق حالها بالغنى، ما بعرف شو، يمكن صوتها قد منه صغير بتجرب تعلي، بحسها عم تتعذب وقت عم بتغني. يعني مثلا اليوم حسيتها عم تتعذب، بس لو عرفت اشتغلت هيدا الموضوع انه هي عم تتعذب لانه هوديك الرفقات عم بيضجوا كان مرقت، بس ما مرقت. بالبرايمات بيساعدها الرقص وبيساعدها 100 شغلة، بس نحطها هيك بالإيفال دايما اقل ما بال بالإيفال من، وهيدا الإيفال بالتحديد. ما بعرف، يعني المحاولة، النية منيحة، النية جيدة، بس التنفيذ قليل. أنا شفتها اليوم من بالإيفالات، يعني اللي عملتهم من أفضل المرات اللي غنت فيهم، إنه في كأنه باور أكتر، عم تحاول تشتغل أكتر. أكيد في مطارح لأنه غنيها الأد كلنا بنعرفها وكل الناس تعرفها، انه بتحس انه مش نفسي يمكن السكه اللحنيه او منضيع شوي لحن، ولكن هي حطت منها وحسيت انه عم تعمل جهد مبال، واليوم كان من افضل المرات كايفال، لان هي بالبرايم عاده بتكون افضل كايفال، لان في بيرفورمانس، في رقص، في بقى. حسيت هذا التطور انه فينا نشوفه، لانه هي عم تحاول تستفيد من كل هالصوف اللي عم تمرق فيهم تتقدم هالشغل. انا يعني حبيت كله على بعضه هيك المرور مهضوم، وفي محاولة جيدة للتقدم بالغناء.